أخبارنا في مصر امبارح مساء تقريبا خرج لمصر تصنيف جديد في مؤسسة مودز اللي هي بتعمل التقييم الإنمائي. احنا كنا في بيتو وكانت النظرة المستقبلية مستقرة، والحقيقة دي مسكها النظام المصري ومسكها الإعلاميين في مدينة الإنتاج الإعلامي، وانتوا فاهمين طبعا لما بقول مدينة الإنتاج الإعلامي يعني بقصد إيه، وإن ده إنجاز وإن الحمد لله شايفين إن إحنا مستقر وشايفين إن ده تقدم وشايفين إن إحنا كده ممكن ناخد خطوة لقدام، مع إن الكلام ده جبناه وشرحناه لحضراتكم وقلنا لكم إن كل الكلام ده فاتي ولا يمت للحقيقة بأي شيء، وإحنا كنا في الأي ونزلنا للبي وكمان بقينا نظرة سلبية وبقينا البي 2، النهاردة بقى وصلنا للبي 3. فالحقيقة مش كلامي ومش كلام ضيوفنا الكرام الناس المحترمة واللي هيكون معانا طبعا بعد قليل الدكتور مصطفى شاهين عشان نفهم منه أكتر في موضوع التصنيف الإنمائي الجديد اللي حصل لمصر، نزلت درجة كمان وبقينا في البي 3 في الأستاذ وائل زيادة. الحقيقة أنا معرفش الأستاذ وائل زيادة لكن أظن أنه هو خبير اقتصادي أو بيعمل في مجال الاقتصاد. هو بيتكلم عن ان وقت مودز خفضت التصنيف الانمائي لمصر عند البي 3 وتغيير النظرة المستقبلية من سالبة الى مستقر. احنا كنا في السالب الاول دلوقتي بقينا مستقر. وقال لك قبل بقى ما يطلع علينا الخبراء الاقتصاديين ويحاولوا ان هم يشرحوا خليني اقول لكم، بصوا انا مش هحاول اقرا لكم كله، انا هاخد لكم الخلاصة لحد ما يكون معانا ضيفنا في عبر سكايب الدكتور مصطفى شاهين. قال لك مودز بينقسم لجزئين A وB وC الى اخره، ودي بتعكس الجدارة الائتمانية، يعني ببساطة المقترض هيعرف يرجع اللي خده ولا لا، واحتمالات اخفاق. واحنا تقييمنا عند مودز كان بي 2 وكان تقييم سيء سيء، واخدين بالكم؟ سيء، ما كانش كويس زي ما هم بيحاولوا يقولوا طول الوقت. وبعد كده هبط الى الاسوأ اللي هو البي 3. وفي جدول التعريفات الخاص بمودز بيشرحوا بي كالاتي: تعبر الالتزامات المصنفة بي بمثابة مضاربة ومخاطرها الائتمانية عالية. الحرف اللي تحتنا على طول هو السي، وده عادة بيكون تصنيف سيء جدا ومحجوز للاقتصاديات المتهالكة زي السلفادور وأنجولا وموزمبيق. موزمبيق زعيمة الاقتراض وعدم السداد. الأرجنتين اللي اقتربنا منها كثيرا، أسفة، هو بيقصد الأرجنتين إن هي زعيمة الاقتراض وعدم السداد، وبيقول لقد اقتربنا كثيرا. النظرة المستقبلية بتكون سالب وموجب ومستقر، ومعناها احتمالية تغيير التصنيف على المدى المتوسط. يعني لو موجب معناها ان تصنيفك جايز يطلع، ولو سالب معناها ان تصنيفك جايز ينزل. النظرة المستقبلية في مصر في السابق كانت سالب، ومعناها ان تخفيض التصنيف وارد، والتخفيض حصل وبقينا في البي 3. لكن النظرة المستقبلية السالبة تحولت لمستقرة، وده معناها ان يعني حصل برضو تخفيض لتقييمنا. رغم ان انا مش مهتم قوي بالتقييمات دي لاسباب كتيره ممكن نبقى نشرحها، لكن انا ما اقدرش ان انا اغفل حقيقه اثرها السلبي على مناخ الاستثمار الاجنبي. وبالمناسبه دي مش مؤامره كونيه ولا حاجه زي ما هيحاول البعض انه يوصفها، ده احنا بعتين قدام حضراتكم اهو صوره التقرير الصادر واللي بيتكلم عن تصنيفنا الانمائي اللي نزل. هو كان بي 2 سالب، دلوقتي بقى بي 3 ومستقر. لو الأستاذ وائل شايف إن ده هبوط بالفعل، وده أكيد هنفهمه من الدكتور مصطفى شاهين. بعد القرار ده على طول وبعد التصنيف ده ما حصل، وزي ما هو ختم كلامه كده في الآخر وبيقول لك يعني أنا خايف على آثار ده على الاستثمار الأجنبي في مصر، النهارده السندات الحكومية المصرية بتتراجع، وده بعد طبعا قرار مودز لتخفيض التصنيف الانمائي للبلاد. تراجعت السندات بما يصل الى 1.2 سنت مع هبوط استحقاق في 2029 ل 81.233 سنت. الكلام ده كان الساعة 8:45 بتوقيت جرينتش. بصراحة عشان ما اكذبش عليكم يعني الموضوع ده، التخفيض ده دي حاجة ممكن تكون
صعبة شوية، لكن أكيد الدكتور مصطفى شاهين هيقدر أنه يبسطها لنا ويشرح لنا. طب ده أثره علينا إحنا إيه؟ أثره إيه على الاقتصاد بتاعنا؟ أثره على المصريين إيه؟ يعني إحنا أكيد مش بنتكلم أن المصريين كلهم رجال أعمال ومستثمرين، لا، يعني دي عايزين أننا نبقى نفهمها من الدكتور مصطفى شاهين. طبعا لو تفتكروا كنا من أسبوعين ثلاثة كده رئيس الوزراء كمان اهو النهارده طلع لستة بالاسماء الشركات اللي هيتم طرحها في البورصه. تبص عليها بقى تتخض، كل الشركات دي رئيس الوزراء عايز يقول انها شركات خسرانه وعايز ان هو يحطها في البورصه للاستثمار ويبيع حصص منها. انتوا متخيلين عندنا 32 بنك وشركه دول مطروحين النهارده في البورصه؟ لازم اقول لكم اللي فيها عشان لو الصوره مش واضحه. يعني عندنا بنك القاهره، عندنا المصرف المتحد، عندنا البنك العربي الافريقي الدولي، عندنا مصر لتكنولوجيا التجاريه، النصر للاسكان والتعمير، المعادي للتنميه والتعمير، شركات المستقبل للتنميه العمرانيه، مصر لاعمال الاسمنت المسلح، حلوان للاسمده، الشركه الوطنيه للمنتجات البتروليه الوطنيه نزلت اهي، الشركة المصرية لإنتاج إيه؟ والله الخط ضعيف قوي. البروبلين والبولي بروبلين، أوكي؟ النصر للتعدين، الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين، شركة الحفر للبترول، الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين، سيناء للمنجنيز، مصرية للسبائك الحديدية، الرباط لأنوار السفن، بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركات مصر للتأمين، شركة مصر لتأمين الحياة، مصر للتأمين، مصر لتوليد الرياح، توليد الرياح بالزعفرانة، كهرباء بني سويف. هي دي مش شركة لسه جديدة بتاعت بني سويف دي؟ لحقت خسرت؟ صافي لتعبئة المياه، وصافي دي طبع الوطنية برضو، تنمية الصناعات الكيماوية سيد، شركة البويات والصناعات الكيماوية، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر لمستحضرات الطبية. 32 بنك وشركة يعني، وشركة باكين دي اللي هي بتاعت البويات، شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين. هل مصر محتاجة يا جماعة ان هي تبيع اصول من كل ده؟ هل محتاجين فعلا اننا نبيع اصول كل ده؟ طبعا هو فكرة ان احنا نلاقي الوطنية، ما خلوا بالكم برضو مش كل شركات بتاعت القوات المسلحة اسمها الوطنية، لا، يعني في اسماء تانية، يعني احنا بس بنعرف اللي بيتاح، لكن الوطنية لانتاج المنتجات البترولية دي طبعا طبعا بتاعت الجيش، صافي لتعبئة المياه برضو بتاعت الجيش. يعني هل احنا هنقدم جزء، هنطرح أجزاء منها، ولا الشركات بالكامل بيتم طرحها؟ الحقيقة مش قادرة أعرف، لكن يعني هنحاول نعرف كده هل دي فعلا كده بداية استجابة واضحة من الدولة لفكرة طلبات صندوق النقد الدولي، وإنها تبدأ تعمل تخارج حقيقي للقوات المسلحة من الاقتصاد. وهل لو ده حصل الجنرالات اللي موجودين في القوات المسلحة الموضوع بالنسبة لهم هيبقى سهل وبسيط؟ هو من الأساس كان غلط، يعني من الأساس كان دخولهم للاستثمار ده كان حاجة غلط، فهل الغلط ده هيبقى سهل معالجته؟ حقيقة هنعرف أكيد.